وصفه الباف باستري. عباره عن ايه بقى؟ عجينه باف باستري مربعات عادي اللي احنا متعودين عليها اهي. خلاص معانا حبه لبن وبيض بنحب ندهن بيه فوق الوش بطريقه جدا، وممكن كمان قليل من بودره القهوه سريعه الذوبان بتديها لون حلو برده، ممكن نزود عليها ده. جبنه فته وكمان فلفل الوان مفروم، عندنا سمسم وحبه البركه وفلفل حار لو عايزينها سبايسي شويه. انا هعمل كده، هشوح الفلفل بس تشويحه خفيفه على النار مع زيت زيتون عشان ايه ندي للوصفه قيمه اعلى كغذاء. ليه؟ زيت الزيتون من الحاجات الحلوه قوي اللي احنا نحب نستفيد منها. خلاص هحط كده الفلفل الالوان مع زيت الزيتون، ممكن والله الباقي ازوده هنا مع الكينوا. هحط الفلفل الحار ده اختياري بس بيخليها حرش قوي صراحة، بيحليها. هحط الجبنة البيضاء اشيل شويه كده عشان ما اهدرش كل الكميه، حسيت ان انا محتاجه تاني ابقى احط. فلفل اسود، ملح، ممكن نقطه خل عشان الزفاره، او زي ما قلت رشة قهوة سريعة الذوبان بتديها لون حلو وبتمنع الزفارة خالص، زيها زي الفانيلا كده. والخل برضو ايه حلو. كده بقت تمام جاهزة. هنحط حبة اللبن. اللبن بيطريها جدا. نبص كده على الفلفل لسه ايه عايز يتشوح شويه. طيب ممكن نعمل سلطه الكينوا عقبال ما ايه الفلفل عايزاه يتشوح اكتر من كده. شايفين عامل ازاي؟ لا عايزاه يدبل اكتر من كده شويه. كده عايزاه بس ايه يبرد شويه قبل ما احشيه في المعجنات بتاعتي. ريحة الفلفل لما تشوح بزيت الزيتون تحفة، وحطينا عليه حتة كده حراقة. بصوا بقى عامل ازاي، بقى كريمي جدا. هنجيب كده العجينة نفردها فردة كده حلوة بالنشابة لو حسينا انها ايه محتاجة تتفرد. هجيب بقى الجبنة البيضة بتاعتي دي. احلى حاجه في عجينه الباستري دي ان احنا ولا محتاجين نحط زيت ولا زبده ولا اي حاجه، هي لوحدها جاهزه ان احنا نحطها كده. هبتدي ان انا هحط الحشوه كده في النص زي ما انتم شايفين. نخلي بالنا نحطها في النص كده بعيدا جدا عن الاطراف. نحط كده فردتها دي انا زياده عن اللزوم. واحدة كمان. تمام تمام نحط بقى في الفرن.